أنباء تقول إن الفصائل الفلسطينية في لبنان هي من تتبنى هذا الهجوم وليس حزب الله. يعني ما مدى التأكد ومدى صحة هذه الأنباء وما تأثيرات ذلك أيضا؟ يعني لما يعني حينما نتحدث ان الفصائل الفلسطينيه هي التي تقف خلف هذا الهجوم الصاروخ، اولا يعني بالقدرات لا اعتقد ان الفصائل الفلسطينيه لديها قدره على التحرك بهذا الشكل في الجنوب اللبناني، ولا تمتلك باعتقادي القدره الصاروخيه. انا باعتقادي الشخصي انه نحن امام رد ايراني على خلفيه استهداف الاسرائيليين للمره الثانيه او الثالثه للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا، وايضا هناك حاله من الاحتقان الفلسطيني نتيجه الاعتداءات الاسرائيليه سواء على المسجد الاقصى او يعني اقتحامات المدن الفلسطينيه سواء في نابلس او جنين. طبعا يعني تاتي هذا الرد الاسرائيلي في ظل يعني انشقاق داخل المجتمع الاسرائيلي. ايضا نتنياهو يعني منذ فتره يدفع باتجاه التصعيد، هو ذهب الى فرنسا قبل حوالي شهر ونصف تقريبا وعرض على الرئيس ماكرون، يعني قدم للرئيس ماكرون 3000 هدف داخل إيران، وهو كان يحاول أن يدفع الإيرانيين لتوجيه ضربة إلى إيران، ويقول لهم أن يعني أنه يساعد الأوروبيين من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة الإسرائيلية، وهو منخرطا في المعركة في أوكرانيا، وبالتالي يقول أن إسرائيل تتعرض لمخاطر من قبل الإيرانيين وعلى الأوروبيين أن يساعدوا الجانب الإسرائيلي. طبعا أنا باعتقادي الشخصي أن أوروبا والجانب الفرنسي غير مستعدين لهذا الأمر مطلقا لعدد من الأسباب. أولا أن يعني أي حرب على إيران سوف تعرض الجنود الأمريكيين في العراق وسوريا للخطر. النقطة الثانية أيضا أن عمليا يعني خطوط إمداد النفط والغاز التي تصل إلى أوروبا عمليا أيضا سوف تتعرض للخطر. أيضا أن أوروبا منهكة اقتصاديا ومنهكة، يعني الجانب الأوروبي يتحدث عن إسراف للجنود الأوكرانيين بموضوع الذخائر والأسلحة. هناك عدد من العوامل، أضف إلى ذلك أنه الاتفاق السعودي الإيراني في المنطقة أنا باعتقادي أنه أضعف إسرائيل من الناحية الاستراتيجية، وما كان ممكنا قبل هذا الاتفاق أصبح مستحيلا بعد هذا الاتفاق. بكلا الأحوال اليوم نتنياهو أمام أزمة كبيرة، إن ذهب إلى التصعيد مع الإيرانيين أو حزب الله في جنوب لبنان أنا باعتقادي سوف نرى تجاوزا للخطوط الحمر من قبل المحور أي إيران وحزب الله، وربما يتم استهداف مناطق حيوية داخل إسرائيل. لا أعتقد أن نتنياهو في ظل الأزمة التي يعاني منها داخليا أنه جاهز لهذا التصعيد. أنا باعتقادي الشخصي ربما يرد الإسرائيليين بإطلاق بعض القذائف أو باستهداف بعض المناطق على نحو لا تظهر بها إسرائيل وكأنها تجاوزت الخطوط الحمر. أنا باعتقادي أن المستوى الأمني الآن في إسرائيل يدرس تماما الرسالة الإيرانية، وهم يدركون أن المعادلة التي كانت سائدة في سوريا خلال 10 سنوات الماضية لم تعد سارية الآن.